كان نظلو من 2011 اللي كانت الحكومة السابقة ديال مسيو عبد الله بن كيران كتعطينا وعود اللي هي وعود كاذبة، وجات الحكومة الحالية هي ديال السيد سعد الدين العثماني نفس الشيء كتعطينا الوعود اللي هي وعود كاذبة. حنا كنمشيو لجميع المؤتمرات والمنابر اللي كتكون فيهم الوزيرة اللي على رأس هذه الوزارة ديال التنمية الاجتماعية هي بسيمة الحقاوي، كتقول لك الملف راه هو عند رئيس الحكومة. حنا فاش كنتواصلوا مع ناس اللي قراب السيد رئيس الحكومه كيقول لك الملف راه مشترك، يعني ولاو كيلعبوا بينا كي بحال الكره، شي كيلوحك لهنا وشي كيلوحك لهنا. حنا ما بقيناش عرفنا اشنو غادي نديروا، طرقنا جميع الابواب على حوارات اللي تكون جاده ومسؤوله، يعني حتى شي قطاع في القطاعات الوزاريه ما استقبلناش، ما عيطش علينا. واضطرينا من 2011 لحالي الى دابا 7 سنوات يعني وحنايا في العطاله، وكتعرفوا هو الشخص الكفيف والشخص اللي في وضعيه اعاقه ككل، يعني كيعاني من عده مسائل اللي هي تشغيل ولا صحه ولا يعني في جميع الاحوال ديالو مهمش في جميع الحقوق ديالو. وحنا اضطرينا اليوم باش يكون هذا الاقتحام ديال وزاره التنميه الاجتماعيه باش يكون هو الحل النهائي، حنا اللي كنطالبوا بهاد المسؤولين بسيد رئيس الحكومه أو السيدة الوزيره بسيمه الحقاوي. هاد الاخوان جينا في 6 الصباح لقينا الباب مفتوح، حنا الله اعلم شكون اللي فتحوا، واش فوند ميناج او لو سيكوريتي، واضطرينا باش نقتحموا واقتحموا الاخوان. الفوق راه كتواجد واحد 30 عنصر، ولتحت الاخوان ديالنا كاين 13 عنصر داخل التنسيقيه الوطنيه. وحنا هاد الاقتحام ديالنا هو اللي قررنا فيه، ياما الحل يكون حل نهائي حل تشغيل، ياما الانتحار. السياسة باقية، سياسات البلاغات والوعود الواهية، سياسات التشغيل، سياسات باقية، سياسات البلاغات والوعود الواهية. هذا الملف الأشخاص في وضعية إعاقة عارف واحد التهميش من طرف الحكومة ديال بن كيران والحكومة ديال سعد الدين العثماني. يعني الاخوان ديالنا قاموا بعده مراسلات وتوجهنا الى عده يعني قطاعات على اساس انها تكون حلول جذريه لهذا الملف، يعني هذا الملف العالق، لكن للاسف تنشوفوا بان تطبقوا معنا ديك الاذان الصماء. لهذا قررنا واحد القرار يعني لا رجعه فيه، التصعيد ثم التصعيد من اجل تحقيق المطلب ديالنا وهو الادماج في يعني جميع القطاعات ديال يعني في الوظيفه العموميه. والمهم اخر ما يمكن نقوله هو تنطالبوا صاحب الجلاله محمد السادس التدخل العاجل والعاجل العاجل اقولها العاجل باش نحلوا هذا، باش يعطي الاوامر ديالو الساميه للجهات المعنيه يعني باش نحل هذا المشكل ديال العطله ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه وخاصه المكفوفين. ويعني ونريد تفعيل الخطاب الملكي ديال العرش اللي قال فيه بان خص الاهتمام بالشباب وخاصه الاشخاص المكفوفين.